بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموقع حصريا على موقع أنا السلفي. انتقها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وكل عام وأنتم من الله أقرب. أيها المسلمون عباد الله، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن نكون جميعا ممن قبل صومه وغفر ذنبه وكتب من العتقاء من النار، حتى نفرح بفطرنا وحتى نفرح بطاعتنا وحتى نبشر أنفسنا أنها قد قبلت. أقول لكم أيها المسلمون عباد الله، سيروا على بركة الله على نحو شخصية رمضان، الشخصية المثالية التي تمتعتم معها بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وبالحرص على السنة وبالذكر والدعاء وبالبذل وحسن الخلق والحياء. نعم، إذا أردتم أن تبشروا وتفرحوا حقا فعليكم أن تسيروا على نحو هذه الشخصية المثالية التي أمل الأمة في طريق عودتها من جديد. أيها المسلمون عباد الله، سيروا على بركة الله واحذروا التكاسل واحذروا الغفلة والقعود. فالمسلم يعلم جيدا أنه ينتقل من طاعة إلى طاعة وحتى آخر الأنفاس. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا وقت للراحة ولا للقعود ولا للكسل، واحذروا أن تمنوا على الله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. احذر أن تصاب بالعجب والغرور بما كان منك في هذا الشهر العظيم. نعم، لأن الإعجاب يحبط العمل، فمن أعجب بعمله حبط. عليك أن تتوكل على الله تبارك وتعالى قائلا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لأن التوفيق من الله تبارك وتعالى. استعن بالله ولا تعجز، واصحب أهل الخير والتقى والصلاح والورع، واحذر من شياطين الإنس والجن، واحذر من الشهوات والأهواء، واحذر من الصحبة السيئة التي قد تحبطك وتعطلك عن تحقيق شخصية رمضان. أيها المسلمون عباد الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، ما زال الحديث عن التغيير مستمرا، ولكن في هذه المرة بطعم جديد، في جو جديد، نعم بروح جديدة بعد ثورتكم هذه المباركة باركها الله تبارك وتعالى، والتي بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى أزاحت عن صدورنا هذا الحكم الطاغوتي الظالم الفاسد الجائر الباغي
بفضل الله تبارك وتعالى. فاشكروا ربكم أن من عليكم بهذه الثورة المباركة بأقل الخسائر والمفاسد، أزاحت هذا الحكم الظالم الجائر البائد. هذا من فضل الله عليكم، تستوجب هذه النعمة شكرا عظيما لله تبارك وتعالى، لتحافظوا على مكاسب هذه الثورة التي هي كثيرة جدا كما تعلمون، ولتحذروا من السراق الذين يحاولون السطو على إرادة الشعب، نعم، والانحراف بالأمة عن طريق سيرها إلى الله تبارك وتعالى، عن طريق سيرها إلى الله تبارك وتعالى، عن طريق دينها يحاولون جاهدين أن يردوها عن هذا الطريق العظيم. لذلك أقول لكم أيها المسلمون عباد الله، لحظات فارقة، لحظات تاريخية فارقة في حياة أمتنا، نعم، إنها من أخطر المراحل في الصراع بين الحق والباطل، لا بد أن نقف فيها وقفة لله تبارك وتعالى، نتعاون فيها على البر والتقوى، نعم، لنؤدي دورنا كما ينبغي، وإلا كان الخطر العظيم، وضاعت هذه الفرصة العظيمة التي قد لا تتكرر بعد قرون طوال. لذلك ينبغي علينا أيها المسلمون عباد الله، ونحن نتكلم عن الإصلاح والتغيير بعد هذه الثورة المباركة، أن نضع بعض الحقائق المهمة التي ينبغي أن تكون واضحة وجلية. أولا، لابد أن تعلم أن الصراع بين الحق والباطل مستمر وإلى قيام الساعة، وأن الإسلام هو الوحيد الذي يمثل الحق وما عداه باطل، وأن الباطل قد اجتمع على قوس واحدة على اختلاف عقائده وأهدافه ومشاربه ومصالحه ولغاته ولهجاته وأوطانه، اجتمع على هذا الدين العظيم. ولذلك وجب أولا قبل أن نشرع في الحديث عن التغيير أن نبشركم أن تطمئنوا على الإسلام، لا تخافوا على الإسلام، ولكن إن كان خوفا فعلينا عباد الله تعالى، لأن الإسلام ربنا تبارك وتعالى تكفل له بالظهور، نعم، وبالعلو وبالسيادة وبالقيادة، مهما حاولوا ومهما صنعوا ومهما كانوا أقوى وأشرس وأشد وأكثر، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لما يا ربي؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لابد أن سيظهر ويعلو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه لا نشك فيها ولا تحتاج إلى كثير كلام، وتثبيتا لهذا اليقين تعالوا ننظر بإطلالة تاريخية إلى المرحلة الأخيرة من مراحل الصراع بين الحق والباطل منذ بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى الآن، وكيف الباطل يحاول إطفاء هذا النور، يحاول طمس هوية هذا الدين، يحاول أن يويب هذا الدين. كيف صنع؟ وما الذي بذل؟ وما الذي فعل؟ وفي النهاية لا يجني إلا الفشل والخيبة والخسران والحسرة بإذن الله تبارك وتعالى. بعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهاجت قريش وثارت في وجهه وتعاونت مع عباد الأصنام على إطفاء هذا النور بشتى الطرق والأساليب، سخروا واستهزأوا، طعنوا فيه وفي منهجه، عذبوا أصحابه ونكلوا بهم وصدروا أموالهم وصنعوا كل ما لا يخطر لكم ببال، وفشلوا وانطلق إلى المدينة، وانطلقت قريش من خلفه تتعاون مع فصائل يهود ومع قبائل العرب لضربه وللقضاء عليه، وهيهات هيهات. انطلق وفتح الجزيرة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم ماذا؟ ثم شربت فارس وروم أعظم قوة على وجه الأرض، فخافت من الإسلام، حاولت أن تطمس هذا الدين، أن تطفئ هذا الدين، بذلت الغالي والثمين، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى أزاحها من على وجه الأرض ودمرها تدميرا، وانطلق في ربوع الأرض شرقا وغربا يفتح البلاد والعباد بفضل الله تبارك وتعالى، وانتصارات والانتصارات. انظر إلى هذا المعنى العظيم. ولكن لا زال الحقد على الإسلام، ولا زال البغض للإسلام، ولا زالت الحرب على الحق الذي يمثله الإسلام. تعاونوا بعد ذلك فارس وروم مع الكتاب، مع التتر، مع الرافضة، مع الحملات الصليبية الشرسة، حاولوا مرات ومرات حتى بعد مضت القرون الخيرية وضعف الإسلام للانحراف عن المنهج لما كان في ذاك الوقت وفي
تلك الفترات العصيبة، ولكن انظر وتأمل، تكالبوا عليه حملات صليبية شرسة، منها حملة احتلت مثل الأرض المقدسة والمسجد الأقصى أكثر من 90 سنة، والمسجد الأقصى كان اسطبلا للخنازير والخيول تدق عليه الأجراس، وعاد الإسلام وفتح صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى والأرض المباركة، وانطلقت الأمة مرة أخرى. تعثرت أي نعم في مرات، وحاولوا معها مرات ومرات، بعد ذلك عادوا بعد قرون كما تعلمون، يقولونها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. لازالت الحرب عقائدية حتى هذه اللحظة. ثم انظر ماذا كان، حملات صليبية شرسة هنا وهنالك على بلاد المسلمين. ماذا صنعت بعد أن أسقطوا الخلافة التي كانت ضعيفة؟ مزقوا بلاد الأمة إلى دويلات وملك صغيرة، وأغرقوها في شهواتها وأهوائها، وصنعوا بها العجيب، عينوا عليها حكام وملوك من العملاء من الخونة حتى يكونوا لهم أذنابا، حتى يغربوا الإسلام، يغيبوا الإسلام، يطمسوا العقيدة، يغيبوا الشريعة، حتى ينشروا الفساد في الأرض بشتى أنواعه وصوره وأشكاله. واستمروا على هذا في بلاد المسلمين، ينهبون الثروات والخيرات، وفي ذات الوقت يبعثون البعثات ويعطون المنح، ثم يسيطرون على بعض الوزارات المهمة في بلاد المسلمين كالثقافة والإعلام والتعليم والاقتصاد، كل هذا لإفساد البلاد من الداخل، لربطها بهم مع حكام عملاء خوان يضربون شعوبهم بالحديد والنار حتى ينسوا هذا الدين ولا يفكروا فيه ولا يعتقدونه. ومرت الأيام وهم يعتقدون أنهم قد وصلوا لأهدافهم، وأن الإسلام قد مات، وأن الإسلام قد مات. هيهات هيهات، الإسلام لن يموت والله أبدا، والله لن يموت أبدا بفضل الله تبارك وتعالى. كما قلنا، ما الذي جرى؟ دبت الثورات وتحركت في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت ثورتنا المباركة، ففزعوا وتعجبوا للذي يشاهدون ثورة على هؤلاء العملاء، انقلبوا عليهم وتنكروا لهم، وحاولوا أن يوجهوا دفة الثورة في طريق آخر، فأرسلوا لنا أناس يتكلمون بجلدتنا بألسنتنا، اسمع، يرفعون شعارات جديدة براقة رنانة مؤثرة، نعم لها دوي ولها تأثير، حتى تنحرف الأمة في مسار آخر كالعلمانية والليبرالية وما شبه ذلك. ولكن وجدوا أن الأمة أيضا لا زالت تعتز بدينها، خرجت أكثر وأكثر، وكان نصف الثورة الأخيرة والوقفة العظيمة التي بيّنت أن الأمة لا زالت تحتز بدينها، تحتز بإسلامها. رفعت الشعارات مصر إسلامية 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 إسلامية، فكان هذا الشعار المدوي في أرجاء الدنيا مفزعا لهم مقلقا لهم، فوقعت الحسرة، فوقعت الحسرة والندم على ما بذلوا من جهود وطاقات وأوقات وأموال وبعثات ومنح وقروض وما شبه ذلك. بعد هذا كله لازلتم تقولون الإسلام؟ تبحثون عن الإسلام؟ إن القرآن ينادي علينا عباد الله، يقول هذا ليس بجديد، ليس الأول ولن يكون الأخير، اطمئنوا أيها المسلمون عباد الله، أبشروا خيرا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم يا عباد الله، هي عليهم الآن حسرة، ماذا بعد الحسرة؟ لابد أنهم سيغلبون بإذن الله تبارك وتعالى، لابد أنهم سيغلبون بإذن الله تبارك وتعالى. فكيف ستكون الغلبة؟ ولمن ستكون الغلبة؟ وبما ستكون الغلبة؟ هل ستكون الغلبة يا عباد الله بالشعارات، بالعواطف، بالأماني، بمجرد أننا ننتمي للإسلام؟ هل ستكون الغلبة بعلمانية لا دينية تريد أن تبعد الدين عن سياسة الدنيا؟ لا والله أبدا. هل تكون الغلبة أن نجلس وننتظر من يخلصنا كما يقول ننتظر المخلص أو المهدي المنتظر؟ لا والله أبدا يا عباد الله، هذا ليس وقته. لابد أن نفهم القضية، إن الغلبة حاصلة لأن الله كتبها، كتب ربنا تبارك وتعالى الغلبة. نعم، كتب ربكم تبارك وتعالى الغلبة وأكدها في كتابه، إن جندنا لهم الغالبون. نعم، إن جندنا لهم الغالبون، إن جندنا لهم الغالبون. هذه لابد أن تكون واضحة وجلية في أذهاننا، لا تغيب عنا أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لكن كيف نحقق الغلبة؟ لابد لتحقيق الغلبة من أمور. أولا، المنهج الكامل المتكامل العظيم الشامل
الصالح لكل زمان ومكان، الغني بنفس المستغني عن غيره، الذي هو جدير وكفيل أن يرتقي بنا من الحضيض إلى القمة حتى نستحق أن نسود والنقود. وماذا يكون هذا المنهج إن لم يكن الإسلام؟ إن لم يكن الإسلام فماذا يكون؟ بالله عليكم خبروني. هو الإسلام منهج عظيم. لماذا؟ لأنه من عند الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي اخترنا هذا المنهج. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيه لنا، أما نرضى به نحن؟ إن من لم يرضى به خسر الدنيا والآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام يا عباد الله منهج حياة، شريعة وعقيدة، كامل متكامل، لا يحتاج لزبلة البشر، يكفينا بفضل الله تبارك وتعالى نرتقي من الحضيض إلى القمة. وإن شئتم فارجعوا إلى بداية البعثة، أين كان العرب؟ أين كانت قريش؟ لم يكن لها ذكر ولا مكانة ولا قوة ولا هيبة ولا نظام ولا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ. لما أسلمت الوجه لله ودخلت في دين الله نجع هذا الدين نرتقي بها من الحضيض إلى القمة، فسادت البلاد والبلاد والعباد وفتحت الدنيا بأسرها بفضل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها أسلمت الوجه لله وأيقنت أن هذا المنهج هو الوحيد القادر على تحقيق هذا المعنى. لذلك نقول للدنيا بأسرها الآن، الإسلام جدير بقيادة الدنيا بأكملها فضل الله تبارك وتعالى، اقتصاديا نعم، واجتماعيا وعسكريا وسياسيا نعم، وأخلاقيا وفي كل المجالات بفضل الله تبارك وتعالى. اقتصاديا نظام الإسلام الاقتصادي لا نظير له بالمرة. انظر إلى الغرب الآن، يستعيرون النظام الإسلامي لأن النظام الربوي الفاشل هو الذي دمرهم وأوقعهم في هذه الأزمات التي هم فيها. الآن يطبقونه في أوروبا، والله يطبقون النظام الإسلامي في أوروبا لأنه أنجح من النظام الربوي الذي هم عليه. نظامنا الإسلامي متكامل كامل، نظامنا الاجتماعي لا نظير له في الدنيا بأسرها، نظام اجتماعي يكفل الحقوق للأفراد نعم وللجماعات وللأسر للأقارب والأباعد، المسلمين ولغير المسلمين، تكافل اجتماعي لا نظير له، حقوق للوالدين، حقوق للأبناء، حقوق للزوجات، حقوق للجيران، حقوق للرحام، حقوق لغير المسلمين، تكافل اجتماعي لا نظير له بالمرة. لأن الإسلام دين كامل من عند الله تبارك وتعالى، صالح لكل زمان ومكان. كذلكم سياسيا الإسلام جدير يا أخواني بقيادة الدنيا، لأن الإسلام كله سياسة، والسياسة إن لم تكن نابعة من الإسلام كانت مراوغة وكانت تزوير وكانت نفاق وكانت كذب وكانت تدليس وكانت يعني معاني تعرفونها جيدا. لذلك أقول لكم أن الإسلام فيه سياسة، والإسلام كله سياسة، وسياسة مرتبطة بما يرضي الله تبارك وتعالى، لا خداع ولا مراوغة ولا غش ولا كذب ولا تزوير ولا نفاق، هكذا يكون المعنى. الإسلام فيه سياسة ومنهج سياسي كامل متكامل لا نظير له بالمرة. كذلك نظام عسكري قادر على إقامة قوة تحمي هذا الدين وتدعو إليه وترضع من يعتدي عليه وتأتي بالحقوق لأصحابها. كذلك نظام إخلاقي لا نظير له في الإسلام، جعل الإسلام للأخلاق مكانة عظيمة لتنضبط جميع الأمور، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الدين يا رسول الله قال الدين حسن الخلق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق مع الله بتوحيده، حسن الخلق مع ملائكتي به الحياء منه واحترامه، حسن الخلق مع رسول الله بالتأسي والاقتداء به، مع الوالدين ببرهم، مع العلماء باحترامهم، مع الباقي البشر بأداء حقوقهم المشروعة لهم. هكذا كله في الإسلام. نظام الإسلام الذين ينتمون للعلمانية وللليبرالية ويطالبون بها نعم ليلا ونهار، نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا يا عباد الله إلى كلمة سواء، لا إقصاء ولا تخوين ولا إساءة ظن ولا اتهام، ولا تتعالوا علينا فتقول أنتم نخبة ونحن دهماء، تعالوا لنضع أيدينا في أيدي بعض، نحن في مركب واحدة والخطر داهم علينا جميعا، تعالوا لنتعاون على البر والتقوى. ماذا تريدون من اللجوء للغرب؟ ماذا تريدون من اللجوء لمناهج الكفار؟ ماذا تريدون؟ حرية؟ مساواة؟ عدل؟ مواطنة كما تقولون؟ كلها موجودة في هذا الدين، بل الدين يدعو إلى أحسنها وأكملها وأجملها وأتمها بفضل الله تبارك وتعالى. إذن لماذا لا ترضون بالله تبارك وتعالى؟ لماذا تصدون عن شرع الله؟ لماذا تخوفون الناس من شريعة الله؟ لماذا تخوفون الدنيا من تطبيق حدود الله؟ لماذا؟ ألستم مسلمين؟
قولوا لنا بالله عليكم ألستم مسلمين؟ قالوا بلى. قلنا الحمد لله. ألستم تصلون؟ قالوا بلى. ألستم تصومون؟ ألستم تصومون وتحجون وتزكون؟ قالوا نعم. لماذا؟ لأن الله بذلك أمر. كذلك هو الذي أمر أن لا يتحاكم إلا له. أمرنا تبارك وتعالى ألا نتحاكم إلا له وحده سبحانه وتعالى. أما قال لنا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلماذا تصدون عن شرع الله؟ أما قال لنا عن نفسه تبارك وتعالى أنه أحكم الحاكمين، وأنه خير الحاكمين سبحانه وتعالى، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا. أما أخبر رسوله ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؟ نعم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض وليس كل، فلماذا تصدون الناس؟ إن من لم يحكم بما أنزل الله فهذا يرضى بحكم غيره، أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن تفهموا هذا جيدا، أن من صفات المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم. إيش يقولوا؟ أن يقولوا سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا، يسلمون لله تبارك وتعالى، يسلمون لله تسليما، لا يراجعون القرآن ولا السنة أبدا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا ينبغي للمسلم، إن كنتم من المسلمين فلابد أن تزعنوا، وإلا فإن صددتم الناس عن شريعة الله فاسمعوا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ترى المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا من عمل المنافقين. اتقوا الله تبارك وتعالى، ربكم تبارك وتعالى يحذركم. ماذا تريدون من اللجوء للغرب؟ ماذا تريدون من اللجوء لمناهج الكفار؟ ماذا تريدون؟ تطلبون عزة؟ لا والله ليست عندهم. اسمع إلى القرآن يبشر، يبشر من؟ يبشر المنافقين والعياذ بالله تعالى، وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا يا ربي؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. نعم، العزة لله سبحانه وتعالى وحده ولعباده المؤمنين. فاتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى الله، واقبلوا هذا المنهج ينادي عليكم. ربكم تبارك وتعالى يقول لنا ولكم جميعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية من ربكم تبارك وتعالى، أن تتبعوا الصراط المستقيم الذي أوله في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وآخره في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فتعالوا إلى كلمة سواء، فإن أبيتم، فإن رفضتم، فإن صددتم، فإن سنتبرأ منكم، ولن نسكت عليكم، ولن نداهن أبدا، لأن هذه قضية مفاصلة في مرحلة حرجة فارقة في تاريخ أمتنا. لابد أن تقفوا أنفسكم وقفة، وإلا فنحن وأنتم والميدان، لأننا لن نفرط في الدفاع والذب عن شريعة ربنا أبدا، لأننا بذلك أمرنا ولذلك دعينا جميعا. الأمر الثاني الذي به ستكون الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى، أن نوجد جيل رباني متميز. جيل رباني متميز، ما معنى الكلام؟ جيل رباني متميز يستطيع الارتقاء لمستوى هذا الدين، وفهم حقيقة هذا الدين، وحمل أمانة هذا الدين، وتطبيق هذا الدين، وترجمة هذا الدين. نعم، من منطلق حبه أكثر من النفس والمال والولد، من منطلق الغيرة عليه، من منطلق الاستعداد للبذل والتضحية من أجله بالمال والولد والأهل والعشيرة، بل وبالنفس أيضا. إذا نجحنا في جدي مثل هذا الجيل، لا شك أننا سننتصر، وستكون الغلبة التي بعد الحصر التي تحصرهم الآن. لذلك عباد الله، لابد أن نسأل كيف السبيل لهذا الجيل الرباني المتميز، كيف السبيل لإيجاد مثل هذا الجيل. أقول لكم إن الأمر هين وليس بصعب إذا أخذنا بالأسباب، وعدنا إلى بداية أمتنا، إلى بعثة نبينا. كيف استطاع من ركام الجاهلية أن يخرج جيلا مميزا عظيما أدى هذا الدين، تقبله وترجمه ودعا إليه ونافع عنه ونصره حتى ساد البلاد والعباد؟ لذلك أقول لكم انظروا في كيفية تربيته عليه الصلاة والسلام لذاك الجيل، ستجدون خطوطا عريضة. لكن قبل أن أبدأ بها أقول نحتاج الآن لإيجاد هذا الجيل المتميز إلى ثورة جديدة. نعم، نحتاج إلى ثورة جديدة، ثورة خاصة على أنفسنا، كي تؤهل، كي تربى،
كي تعد حتى تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر. وهذا الواجبة والحقوق، أي بمعنى نحتاج لتزكية أنفسنا عن طريق المحاسبة والمجاهدة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. نحتاج لتزكية أنفسنا بثورة عارمة عليها بالجامعة بنجام التقوى، نعم بالعمل المتواصل على تأديبها وتربيتها وتأهيلها. ثم بعد ذلك ندعو جميع المسلمين وجميع المصريين إلى توبة جماعية، توبة جماعية كما ندبنا تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أسباب الفلاح أن نعلن جميعا التوبة مما كان. فالأمر لم يكن متوقفا على مبارك الذي زال ببطانته الفاسدة الظالمة الجائرة، ولكننا أذنبنا وقصرنا أيضا. نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى أوبة لنتخلص مما كان منا، نبدأ بصفحة بيضاء جديدة ونقية لننقش فيها المطلوب الذي سيعطينا الجيل الفريد المتميز الرباني. أولا تصحيح العقيدة، لابد أن نجتهد في بناء جيل عقائدي عظيم يرسخ في قلبه عقيدة راسخة يتعرف بها على ربه سبحانه وتعالى من خلال ربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ومعاني ألوهيته. لماذا؟ ليزداد لربه تعظيما وجلالا وتوقيرا وتقديرا، ليكون عنده الحياء والانكسار والسمع والطاعة، ليكون رهن إشارة ربه نعم وطوع أوامره سبحانه وتعالى. هذا كله لن يكون إلا من خلال العقيدة إذا رسخت في القلب، فهي طاقة تدفع وقوة تردع وصوت يؤدب نعم ويربي، يضبط لنا الظاهر والباطن. إذا أوجدنا هذه العقيدة في قلوبنا كنا فعلا على مستوى هذا الدين العظيم، أحببناه ثم استعددنا للتضحية بأي شيء في سبيل رفعته والذب عنه، لأن العقيدة تدفعنا إلى هذا. ومن غير عقيدة لن نلتفت الأمر، ستكون اللامبالاة والسلبية وتبلد الأحاسيس والمشاعر. لذلك احرصوا عباد الله على إيجاد العقيدة الصحيحة الراسخة في قلوبنا. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم استقيموا على أمر الله، استقيموا على أمر الله ولا تروغوا روغان الثعالب ولا تلتفتوا لغير الله. فالاستقامة على أمر الله من أعظم أسباب النجاح والفلاح، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حققوا الاستقامة بالعمل بما به أمر وبترك ما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى من معاني الاستقامة سيؤدي بنا إلى الثبات وإلى السير في الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا من أهم الأمور اطلبوا العلم الشرعي في طريقكم هذا، لأن الباطل فقيه في الشر يطرح عليكم الشكوك ويلقي الشبهات والطعنات. ولذلك لابد من معرفة أمور ديننا عقيدة وشريعة لنحسن الرد ولنحسن التفنيد ولنحسن البيان حتى لا يلبس على عوامنا ولا على أهلنا ولا على من نعرف ومن لا نعرف، لأننا إن تركنا هذا الباب دخلوا علينا منه لأنهم يتقنونه كما تعلمون من حالهم. كذلك يا عباد الله من أهم الأمور في هذا الباب ربط الأرض بالسماء، أي بمعنى ربط الناس بربهم تبارك وتعالى عن طريق الدعاء والذكر والتضرع وتدبير ودعوة الناس إلى أن يتوكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. لذلك من توكل على الله تبارك وتعالى كان قويا وكان راسخا وكان واثقا وكان عاملا مواصلا لعمله حتى آخر الأنفاس، لا يخشى في الله لومة لائم. كذلك إخواني من أهم الأمور التي هي السبيل لإيجاد هذا الجيل الرباني المتميز أن نحيي دور المساجد من جديد. المساجد التي تعطلت كثيرا في العهد البائد والتي عطلت عن هذا دورها كما ينبغي، لو عادت لقيادة الأمة لقيادة الأحياء والقرى والنجوع والشوارع وربت الناس وعلمت الناس العقيدة والشريعة لكان الناس يوقرون شرع الله ودين الله وينافحون عنه بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك لابد أن نحيي دور المسجد من جديد. كذلك دور المثقفين، دور الأغنياء، دور الأطباء، دور المدرسين، دور المحامين، دور المهندسين، دور العمال، جميع المصريين كبارا وصغارا كلنا لابد أن يشعروا بالمسؤولية. نتعلم معاني الشعور بالمسؤولية، كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. نعم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لابد أن تعلموا جميعا أننا سنسأل عن هذا الدين ونحاسب عن هذا الدين. إذا نجحنا في هذه المعاني وأدينا دورنا كما ينبغي ارتقينا. كذلك من أعظم الأسباب الاهتمام بدور البيت المسلم، البيت المسلم الذي هو حصن وقلعة ومدرسة وجامعة. إذا نجحنا في تربيته على نحو الكتاب والسنة وجعلنا القيادة فيه للقرآن والسنة
وجعلنا القول فيه لله وللرسول سيكون بيتا مسلما، سيكون بيتا قادرا على الثبات وعلى البذل وعلى العطاء وعلى تخريج اللبنة الصالحة من البنين ومن البنات. أما أن يترك للإعلام يشكله، أو يترك للواقع يشكله، أو يترك العادات والعرف تشكله، أو يترك للشهوات والأهواء، فلا شك أن هذا يكون بيتا فاسدا لا يخرج إلا المسخ الذي ترونه في واقع الناس الآن. لذلك اهتم ببيتك أخي المسلم، بيتك أمانة في عنقه، ستسأل عنه بين يدي المولى تبارك وتعالى، ليس ملكا لك وحدك ولكن ملكا لأمتك. كذلك ينبغي أن نفعل دور المرأة المسلمة، لأن للمرأة دورا عظيما في نصرة هذا الدين من بداية بعثة نبينا وإلى الآن. لو أننا وضعنا المرأة على الطريق الصحيح وأعطنا الثقة في نفسها ودفعناها إلى الأمام، لأنها عندها جهود ولها طاقات وعندها إمكانيات، وإمكانها أن تعمل في الحصن من الداخل وأن تربي وأن تعد وأن تشارك بشتى الطرق والأساليب. لذلك ضيعنا دورها كثيرا وغيبناها كثيرا وأخرجناها لمزاحمة الرجال كثيرا. لابد أن ننظر في أمر المرأة من جديد، نكرمها كما كرمها الإسلام ونعطيها دورها اللائق بها لتؤدي دورها في خدمة دينها. كذلك يا شباب، دور الشباب أمل الأمة، قادة المستقبل، أنتم يعول عليكم بعد الله تبارك وتعالى. الأمل فيكم أنتم يا شباب أن تقودوا الأمة، نعم لتتصدروا المشهد، لتسودوا وتقودوا بإذن الله تبارك وتعالى. فإياكم والسلبية، وإياكم الفوضوية، وإياكم واللعب والسهر والسمر والرياضة والفن والموضة، وتتركون القرآن والسنة، وتتركون الشعور بالمسؤولية، وتتركون العمل لدين الله. اتقوا الله تبارك وتعالى. كلكم أيها الشباب سيوقف يوصل بين يدي المولى تبارك وتعالى عن هذه الفترة من عمره التي هي من أثمن فترات عمرك أخي الشاب. لذلك لابد أن تغتنمها وأن تؤديها كما ينبغي لنصرة دينك. وإلا كذلك أيها المسلمون عباد الله، ينبغي أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وأن ندعو الجميع، ندعو جميع من على الساحة أن يضع يده في أيدينا، نتعاون على البر والتقوى. دعوة لجميع الإسلاميين ولجميع عوام المسلمين، تعالوا جميعا نحن في مركب واحدة نتعاون على البر والتقوى. نعم نحكم القرآن والسنة بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بلا عصبية ولا جاهلية، لأننا نحتاج لكل الجهود، لكل الطاقات، لكل الأوقات، حتى تصب في مصب واحد لخدمة أمتنا. وإلا لو ضاعت هذه الفرصة يا أخواني، لو ضاعت هذه الفرصة نندم عليها كثيرا. الآن يوجد فراغ عظيم لابد من ملئه إن لم تملؤونه أنتم يا من تحبون الدين وتعظمون أمر الدين وتعظمون شأن الدين. من سيملأه؟ أولئك الذين يستعدون ويتربصون بكم، يحاولون الانقضاض لسلب إرادة هذا الشعب المسلم الأبي. فلابد أن تتحركوا مستشعرين للخطورة، مستشعرين للمسؤولية، عاملين بدوركم بأمانة دينكم، وإلا ستوقفون بين يدي ربكم تبارك وتعالى من هذا المكان. وجه رسائل مهمة، أولا للقوات المسلحة، نعم، وللمجلس العسكري، جزاكم الله خيرا على الوقفة التاريخية التي وقفتموها بجوار شعبكم، فأنتم منه ومنكم. لكننا نحذركم أن تتأثروا بضغوط الغرب أو بضغوط العلمانية والليبرالية فتفرطوا في هوية مصر الإسلامية، لن نسمح أبدا بذلك. نحن من ورائكم ونحن نشكر لكم الدور الذي عملتم والذي به قمتم، لكننا أيضا لن نفرط أبدا في هوية مصرنا. في المادة الثانية في تفعيلها سنحافظ عليها حياة أو موت، هذه القضية لا نفرط فيها أبدا. كذلك رسالة موجهة للإعلام، للإعلام بأكمله، للإعلام بأكمله، المرء والمقروء والمسموع، العام والخاص، اتقوا الله، اتقوا الله في بلدكم مصر، اتقوا الله في شعب مصر، اتقوا الله تبارك وتعالى في الإسلام والمسلمين، اتقوا الله في الدعاة والعلماء. لا تشوهوا الصورة، لا تنفروا الخليقة، لا تكونوا معي ولا هتم في يد الباطل في هدم ثورتنا وفي هدم مستقبل بلدنا. لأن الإعلام كما تطالعون وتشاهدون اندس فيه ناس كثيرون يعملون لحساب أجندات خارجية كلها تخدم مصالح الغرب أو الشرق أو الليبرالية العلمانية على الجملة. فاحذروا جيدا، والذي لا إله غيره لو وضع الإعلام في أيدي أمينة تتقي الله تبارك وتعالى عملت على نشر المعروف والخير والبر والصلاح وتقليل الشر والفساد والمنكر، لارتقت هذه الأمة، هذه
هذه الأمة لارتقت من الحضيض إلى القمة، لأن للإعلام تأثيرا عظيما لا يخفى. كذلكم رسالة موجهة من هذا المكان لنصارى الوطن، لنصارى الوطن. عشنا قرونا في ظل شريعة الإسلام في بر وإحسان ومسامحة، كنا نتعامل معكم بالعدل كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في ديننا، فلا إكراها نعم في الدين عندنا لكم، ولا إلزام لكم أن تتحكموا لشرعنا. الدين أمرنا أن نعدل معكم، أن نتقي الله فيكم، أن ندي لكم الحقوق والواجبات، أن نحفظ دماءكم وأموالكم وأعراضكم وحتى كنائسكم، وقد قمنا بهذا. ونحن من هذا المكان نقول: رأيتم بأنفسكم ما الذي كان بين الثورة عند الانفلات الأمني، عندما فر رجال الأمن وكان مكان، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حمل المنشآت والدماء والأموال والكنائس؟ هم الذين يدعون الله تبارك وتعالى، هم الدعاة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا واجب شرعي أوجبه علينا الشرع. لذلك احذروا من نصارى المهجر ومن المنافقين الذين يحاولون إيقاع الفتنة، نعم، وإيقاع الفتنة بيننا حتى تضطرب الأمور وحتى لا تستقر الأمور، لأن هذا الجو يرتعون فيه وينعمون به. ولذلك احذروا، احذروا اللعب بالنار. نحن سنؤدي لكم الحقوق والواجبات، اطمئنوا، لن نفرط في حقوقكم أبدا، لأننا نخشى الله تبارك وتعالى. وبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى: أيها المسلمون عباد الله، بقي أن تعلموا جميعا أننا إن لم نقوم بنصرة ديننا سنخذل والعياذ بالله تعالى. لذلك علينا جميعا أن نتحرك لنصرة ديننا ونؤدي دورنا كما ينبغي، حتى يأتي النصر التام، وحتى ننعم بثمرات ثورتنا، وحتى تنتقل لباقي دول الإسلام والمسلمين وللدنيا بأسرها. لأن الله هو الذي وعدنا: إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصره القوي المتين؟ بنصرة دينه. لما؟ لأن النصر من عنده وحده سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فلوذوا بجناب الله، واكثروا من الدعاء والتضرع، واكثروا من العمل الصالح، لأن العمل الصالح ينجيكم عند الفتن وفي الغربة وعند تكالب الأعداء، خير معين لكم في طريقكم إلى الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، شكرا لكم على ما قمتم به معنا في إغاثة شعب الصومال الشقيق الذي تعرض لمجاعة قاتلة، كما تبعتم وتعاونتم معنا، جزاكم الله خيرا. هذه البلدة الطيبة جمعت قرابة 1,000,000 جنيه بفضل الله تبارك وتعالى، وصلت لمستحقيها. جزاكم الله خيرا على هذه الروح، على هذه المشاركة، وعلى هذا الموقف الإيجابي العظيم الذي يحسب لكم عند الله تبارك وتعالى. كذلكم أيها المسلمون عباد الله، أقول لكم: عودوا من غير الطريق، عودوا من غير الطريق، وسعوا على أسركم، عيدوا على بعضكم، تقبل الله منا ومنكم. احذروا زيارة المقابر في هذا اليوم، لا تجددوا الأحزان، احذروا الخصومة والشقاق والنفاق، اجتمعوا على طاعة الله، واعلموا أن العيد ليس رخصة للمعصية ولا للتفريط ولا للإفراط. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم اشف مرضانا واهلك اعدانا، اللهم اشف مرضانا واهلك اعدانا. اللهم اجمع شملنا والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله.